انت كريم رائع بعد الانساني ديالو. في الواقع انا اللي خصني نكرم هاد الناس اللي كيحرصوا على هذا المشروع الانساني الكبير، وبجانب الفنان رشيد الوالي اللي كان كله واحد الاحترام واحد المحبه خاصه. فممكن الا يعني شوف يا بنتي، اي التفاته كتزيد تاكد على ان الاختيار ديالي من خلال اعمالي راه غادي في واحد الطريق زوينه، وعلى ان ديك البليصه اللي في قلوب الناس واللي بها اللي كنحس انها تاج فوق راسي الحمد لله مسيونه. اللي يمكن نقول هو ان من خلال هذا اللقاء، لان هذا المحل فيه ناس متخلى عنهم، فيه يتامى، فيه كذلك ناس كيعانيو من الامراض العقليه، فقررنا اننا نديروا واحد يعني ما غاديش نقول غير هذه الالتفاته خلاتني نفكر انه خصنا نديروا واحد ناخذوا واحد المبادره تجاه هاد الناس اللي عندهم اللي تيعانيو شويه من هاد الامراض، او الناس اللي تيعيشوا بوحدهم، اننا نعمروا لهم ماشي فراغ، نجيو نونسوهم.